السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الدرس حول طريقة أولر لحل المعادلات التفاضلية. طبعا كل الطرق الرقمية لمعالجة أو لحل المعادلات التفاضلية هي طرق تعتمد على مفهوم واحد وأساسي، ألا وهو مفهوم المشتقة أو مفهوم الاشتقاق. فمعادلة أولر أو طريقة أولر لحل المعادلات التفاضلية تعتمد على معرفة علاقة المشتقة أو علاقات المشتقات بالدالة، ومن خلال معرفة هذه العلاقة يمكن أن نقوم بحساب حلول هذه الدالة. فهنا مثلا طبعا مع شرط معرفة الشروط الابتدائية أو الـ initial conditions لهذه الدالة. فمثلا في دالة ما، إذا كنا نعرف الشروط الابتدائية في لحظة زمنية tn، وعرفنا بأن قيمة الدالة y of t هي yn معروفة، فيمكن تعيين النقطة التالية y of n plus 1 من خلال معرفة y of n plus 1 ستكون تساوي y of n التي هي الشروط الابتدائية زائد h الذي هو tn minus 1 ناقص tn h هو هذا، مضروب في ماذا؟ مضروب في dy. فإذا عرفنا علاقة dy، ودy ستكون في حالة المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى ستكون متعلقة ب y مضروبة في ثابت أو مقسومة على ثابت إلى آخره. من خلال معرفة العلاقة، من خلال معرفة الشروط الابتدائية، يمكن أن نحسب النقطة y n plus plus 1. وبعد أن نقوم بحساب y n plus 1، فيمكن استخدام هذه النتيجة لحساب النقطة التالية في الزمن tn plus 2، وسنتحصل على yn plus plus 2، وهكذا نكرر العملية حتى نصل أو نحصل على كل الحلول أو مجموعة من النقاط التي من خلال الربط بينها سنتحصل على نتيجة تقريبية، أؤكد نتيجة تقريبية ل y of t. نذكر نوعا ما بمفهوم المشتقة. طبعا مفهوم المشتقة هو مفهوم أساسي جدا في الرياضيات ومستعمل بكثرة في الفيزياء، أو هو مفهوم يسيطر على كثير من المجالات الفيزيائية، نظرا إلى أن أغلب النماذج الرياضية التي تصف الظواهر الفيزيائية هي معادلات تفاضلية. فالمشتقة ما هي؟ تعرفها الرياضي، مشتقة أي دالة y of x علاقتها هي نهاية y of x ناقص y of x0 مقسوم على x minus x0 عندما يؤول x إلى x0. معناه أنها القيمة لx أو yx minus yx0 على x minus x0 عندما يؤول x minus x0 إلى الصفر، كلما اقترب x من x كلما اقترب x من x0
ستكون قيمة المشتقة دقيقة. يمكن طبعا تقريب هذا المفهوم من خلال الكتابة التالية. ممكن أن نقول بأن المشتقة y of x هي y of x ناقص y of x 0 مقسوم على x minus x 0 والتي هي دلتا y على دلتا x عندما دلتا x يؤول إلى الصفر أو يكون لا نقول يؤول إلى الصفر أو دعونا نقول قريب من الصفر هنا أيضا تقريبية، لأنه إذا آل إلى الصفر فنحن نعود إلى هذا المفهوم، مفهوم المشتقة الرياضي. فالمشتقة في النهاية ما هي؟ ما هي إلا ميل الدالة y of x هنا y of x وهنا x. المشتقة ما هي إلا ميل هذه الدالة y of x في النقطة النقطة x. فدلتا x هو x ناقص x0 أو x2 ناقص x1. دعونا نأخذ هنا، ستكون x مثلا، ودعونا نغير هنا ونقول هنا ستكون x0 هنا x minus x x minus x 0 ودلتا y ستكون y of x x 0. فالمشتقة ما هي إلا ميل هذه الدالة في هذه النقطة x. سنحاول أن نأخذ مثالا عن طريقة حل أو طريقة أولر في حل المعادلات التفاضلية، وسنأخذ مثالا بسيطا سيكون معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى. والمعادلات التفاضلية كما تعرفون هي معادلات تعطي لنا العلاقة ما بين الدالة y ومشتقاتها. إذا كانت من الدرجة الأولى فهي تعطينا العلاقة ما بين y ومشتقاتها الأولى. ماذا تقول طريقة أولر؟ طريقة أولر تقول بأن للحصول على y في النقطة n plus 1 يجب أن نعرف y of n يعني النقطة السابقة، ويجب أن نعرف dy أو أن نعرف علاقة dy التي هي هنا. ويجب أن نعرف ماذا أيضا؟ يجب أن نعرف أيضا الشروط الابتدائية، يعني مثلا أن نعرف y 0، وطبعا i هو ثابت، سنأخذه هنا موجبا وسنأخذ قيمته تساوي الواحد. لنأخذ المثال، سنأخذ قيمة لـ y0 أو الـ initial conditions، ودعونا نقول بأن y0 ستساوي العشرة، أي في الزمن صفر y ماذا ستساوي في الزمن صفر؟ y ستساوي عشرة. سنأخذ هذه النقطة هنا، وبالاعتماد على هذه المعادلة سنحاول حساب y n plus 1. لدينا y 0 y 1 مثلا في الزمن في الزمن واحد،
ماذا ستساوي؟ واي وان ستساوي واي صفر زائد اتش، إذا حسبنا في الزمن واحد ثانية ف اتش ماذا سيساوي؟ اتش سيساوي الواحد، واحد ناقص صفر تساوي واحد. ف واي وان واي صفر عفوا زائد اتش الذي هو واحد في دي واي في النقطة صفر. دي واي في النقطة صفر ماذا يساوي؟ دي واي هو يساوي اي مضروب في واي صفر، الميل في هذه النقطة دي واي صفر هو اي في واي صفر، واي صفر يساوي عشرة، اي يساوي واحد، إذن الميل في الزمن صفر، الميل في الزمن صفر يساوي ماذا؟ يساوي واحد في عشرة يساوي عشرة. إذن ماذا سيكون لدينا؟ دي واي يساوي عشرة، قلنا دي واي يساوي عشرة، فماذا على ماذا سوف نحصل؟ واي وان ماذا يساوي؟ يساوي واي صفر الذي هو عشرة زائد دي واي صفر الذي قمنا بحسابه الآن وهو قيمته أيضا عشرة. ماذا سيصبح لدي؟ عشرة زائد عشرة تساوي عشرون، فسأحصل على هذه النقطة هنا. الآن بعد أن حددت y1 يمكن أن أحدد y2، أليس كذلك؟ سأحاول أن أرى إذا كان بالإمكان أن أمسح ما كتبت. نعم، سأحاول أن أحرر قليل من المكان هنا وأعود الآن لحساب قيمة y اثنان. ف y اثنان ماذا ستساوي؟ ستساوي y واحد زائد h التي هي واحد في dy في النقطة واحد، يعني الميل في النقطة واحد. دي واي واحد ماذا ستساوي؟ ستساوي اي في واي قيمة واحد. واي واحد ماذا هي؟ هي هذه واي صفر، واي واحد تساوي عشرون في واحد هي عشرون، يعني دي واي واحد هي عشرون زائد واي وان هي عشرون، إذن واي تو هي أربعون، يعني في الزمن اثنان سأتحصل على قيمة أربعون. وهكذا واي ثلاثة ماذا ستساوي؟ واي ثلاثة ستساوي واي اثنان زائد دي واي اثنان، ونحن نلاحظ بأن ما دام اي يساوي واحد فقيمة التغير يساوي قيمة الدالة في تلك النقطة، أي هنا عندما كان y صفر يساوي عشرة كان الميل أيضا إذا تذكرون يساوي عشرة، إذا كان الميل يساوي عشرة معناه أني عندما تنقل هنا بواحد أصعد بعشرة، المشتقة تساوي
أو المشتقة تساوي قيمة الدالة في تلك النقطة، أو الميل في أي نقطة يساوي قيمة المشتقة تماما، لأن A يساوي 1. عندما كان Y قيمته 20، فالميل أيضا كان 20، معناه أن عندما أنتقل هنا بواحد أصعد ب20، فتحصلت على 40. نفس الشيء أكمل Y هنا قيمتها 40، الميل هنا يساوي 40. ما معناه أنني عندما أتنقل بواحد سأتحصل على ماذا؟ سأتحصل على 80، ثم في الزمن 4 سأتحصل على 160، إلى آخره. وأكمل العملية، وبعد أن أنتهي أقوم بربط هذه النقاط مع بعضها، وسأتحصل على دالة شكلها هو شكل الدالة الأسية، وكلكم تعرفون بأن حل هذه المعادلة هو دالة بشكل دالة أسية. نحن نعرف بأن الدالة التي مشتقتها مترابطة أو متناسبة طرديا، أو نقول يعني متناسبة مع الدالة نفسها، يعني الدالة متناسبة مع مشتقتها هي الدالة الأسية. سنأخذ الآن مثالا على ماتلاب لكي نرى كيف نقوم بحل معادلة التفاضلية من الدرجة الأولى بطريقة أولر، وهو مثال بسيط جدا ومتداول. سنأخذ دارة RC circuit، معادلتها هي التالية. أنوه هنا إلى أن المعادلة هنا هي دون طرف ثاني، معناه بأن Vin يساوي صفر، وإلا فيمكن كتابة إذا كان Vin يختلف عن الصفر فيجب الأخذ بعين الاعتبار Vin. هذه الدالة طبعا إذا كانت دون طرف ثاني فستكون على هذا الشكل. حسنا، وإذا كان هناك طرف ثاني فيجب إضافة الفين هنا في المعادلة. إذا كانت الفين يختلف عن الصفر فيجب إضافة فين. دعونا نأخذها على هذا الشكل، فين يختلف عن الصفر، فهي 1 على RC VT زائد VN، مهما كان هذا الVN، قد يكون Dirac Delta Function، Step Function، Ramp، Rectangular، فليكن ما يكون. عندما نعرف قيمته فيسهل علينا حل هذه المعادلة التفاضلية. نحاول تذكر هذه الدالة لأننا سوف نستعملها. 1 على RC سوف نعوضه ب أو 1 على RC سنعوضه ب الأي. نحن هنا في ماتلاب، أولا طبعا نقوم بتحديد المجال الزمني الذي سوف نحل فيه هذه المعادلة. طبعا اخترنا زمن من ناقص 0.002 ثانية إلى 0.008 تقريبا، أخذنا مجال 1 ملي ثانية. طبعا هو مجال صغير، لماذا؟ لأن سرعة شحن وتفريغ المكثفات سرعة كبيرة، ولكي يسهل علينا ملاحظة هذا الأمر سنأخذ زمنا صغيرا. حددنا المجال الزمني وعدد النقاط المحددة في 1 ملي ثانية، يعني أخذنا 1001 نقطة، معناه أننا أخذنا 1000 مجال، معناه أننا أخذنا الـ H يساوي 1 ميكرو ثانية. طبعا نحدد الطاو هنا الذي سيمثل الشيفتينج لكي نستطيع أن نغير مكان بداية الVN. وهنا حددنا مجموعة من الدوال، ديراك دلتا فانكشن، هنا نقوم ب
تحديد Dirac Delta Function، وحددنا أيضا Step Function التي هي الساين زائد واحد مضروب في 0.5، يعني الساين فانكشن إذا أضفنا إليها واحد فمن نقص ما لا نهاية إلى صفر سوف تساوي الصفر، ومن صفر إلى زائد ما لا نهاية ستساوي 2، ثم نضرب في 0.5 لكي يصبح قيمة المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية يصبح واحد. وحددنا أيضا الرامب فانكشن التي ما هي إلا ستاب فانكشن مضروبة في التي. نحدد هنا define the input signal yn أو vn، اسمينا هنا yn لا مشكلة. هنا يمكن أن نغير، إذا أردنا أن يكون yn delta function نكتب هنا delta، إذا أردنا أن يكون step function فنكتب step، أو إذا أردنا أن يكون ramp فنكتب ramp. نحتفظ به على شكل delta function. هنا هذا اللوغاريتم هو فقط لوغاريتم لكي يسمح لنا بتمثيل الدوال بشكل جميل وواضح فقط، يمكن عدم وضعه. وهنا نحدد معطيات المعادلة التفاضلية، نعطي قيمة الR بالأوم ونعطي قيمة الC بالفراد، أخذناها 0.5 ميكرو فراد. الآي سيكون كما قلت واحد على RC. وهنا من المهم جدا أن نحدد الشروط الابتدائية، أو القيمة الأولى للحل يجب أن تكون معروفة، وإلا لن نستطيع حساب الحل بطريقة رقمية ولا حتى بطريقة حسابية. أنتم تذكرون بأن عند حل المعادلات التفاضلية فشكلها العام معروف، ولكن القيم تبقى مجهولة إذا لم نعرف القيم الابتدائية. نحدد الـ H كما قلت، فـ T final ناقص T initial مقسوم على M minus 1، الزمن سيكون هنا 1 ملي ثانية مقسوم على 1000، سيكون إذا الـ H يساوي 1 ميكرو ثانية. هنا سنقول بأن الحل أو المعادلة في ستساوي الحل الابتدائي، أو قيمة المعادلة في أول قيمة هي القيمة في الشروط الابتدائية. وهنا نبدأ بحل المعادلة التفاضلية، وهي بسيطة جدا جدا جدا. سترون بأن اللوغاريتم هو هذا، الار ميثود يتكون من بضعة سطور فقط، هو بسيط جدا. فهنا قمنا بعمل فيكتور شعاع one line و m column. لو قمنا بمثلا y 0 نتوقف هنا ونذهب إلى workspace لكي نرى الواي اوت عفوا على ماذا سنقوم على شعاع one line والف واحد كولون، والقيم كلها اصفار، يعني نجهز وكاننا نجهز هذا الشعاع لكي نضع فيه قيم الحلول. بعد ذلك هنا وضعنا العلاقة المعروفة لأولر، دي واي ماذا ستساوي، أو المعادلة التفاضلية عفوا، دي واي هي ماينس اي في واي زائد واي زائد واي واي إن، دي واي هي ماينس اي في واي زائد واي زائد واي إن. وهنا علاقة أولر اي واي هي y السابقة، هي y السابقة التي هي y صفر لحد الآن عندما يكون k يساوي واحد في الحالة الأولى، زائد dy التي سنقوم بحسابها من هنا مضروبة في h، و h قيمته ثابتة. وبعد أن نحسب ال y
نقوم بوضعها في هذا الشعاع الذي جهزناه، بحيث أن قيمة الواي هنا ماذا ستأخذ؟ ستأخذ أول قيمة في الكي، ستأخذ أول قيمة في الواي أوت، ثم بعد ذلك النهاية أند، يعني سندخل هنا في دورة أو في لوب بوكل. في كل مرة نحسب الدي واي بدلالة الواي إن والواي، يعني الحل السابق، ثم نحسب الحل اللاحق بدلالة الحل السابق والمشتقة التي وقيمة المشتقة في النقطة السابقة، ونضعها في هذا الفاكتور. بعد ذلك ما سنفعله هو فقط رسم أو تمثيل الواي إن وتمثيل الواي أوت. سنحاول أن نقوم بحل هذه المعادلة، فسنتحصل على الشكل التالي. طبعا الشيفتينج هو صفر، فلدي ديراك دلتا فانكشن معدومة في كل المجال إلا في الزمن صفر، فقيمتها تساوي واحد. فعلى ماذا سأحصل؟ المكثفة تشحن، ثم بعد أن تغيب الفي إن فتبدأ المكثفة بطبيعة الحال في التفريغ بطريقة exponential، تناقص بطريقة exponential. إذا غيرت الواي إن هنا وأخذت واي إن هي step function مثلا، فالذي أتحصل عليه هو الحل التالي: step function معدومة في المجال السالب وقيمتها تساوي واحد في المجال الموجب، يعني أنني أشحن المكثفة وتبقى المكثفة مشحونة. طبعا إذا قطعت الشحن، إذا قطعت الشحن فما الذي سيحدث؟ المكثفة ستبدأ في التفريغ. إذا غيرت هنا وأخذت الرامب فالنظام لن يكون مستقرا، رغم أن النظام RC هو نظام مستقر عندما يكون الإدخال مستقرا، ولكنه يصبح غير مستقر أو يصبح divergent function عندما يكون الإدخال غير مستقر. فالرامب هنا رامب function أتحصل على ماذا؟ أتحصل على دالة ستبقى متباعدة، لأن المكثفة ستشحن، وعندما تشحن الامبيدانس الخاص بها سيصبح غير منتهي، ويصبح فرق الكمون حول المكثفة هو نفس فرق كمون الإدخال. هذا كل شيء. أنتم ترون بأن البرنامج بسيط جدا، فيه ما يقارب 100 سطر، ولكن أغلب الأسطر هي أسطر لمعطيات أو لوضع أو كما نقول أمور تجميلية، ولكن الذي يهم هنا هو هذه السطور الموجودة هنا بالإضافة إلى المعطيات R C، الحل الابتدائي أو القيمة الابتدائية، تحديد H، هذا كل ما يتطلبه الأمر. في المرة القادمة إن شاء الله سنحاول أن نحل أو نرى كيف نستعمل طريقة أولر في حل المعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية. سنأخذ RCL circuit ونقوم بحله بنفس الطريقة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.